اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وما زلنا نتواصل مع احلام الشباب، وحينما تكون هذه الاحلام مشروعات حقيقيه وواقعيه بتسهم في احداث نقله نوعيه في هذا المجتمع، تحديدا في اطار وفي مساحه الشباب. ويا وطني لقيتك بعد لأي كأني قد لقيت بك الشباب. الوطن هو الشباب، الشباب هم الذين ينهضون بهذا الوطن، وهم كل الحاضر، مش نصف الحاضر وكل المستقبل، هم كل الحاضر وكل المستقبل. تعالوا بينا نتعرف على نشاط طلابي رائع في كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، المؤتمر الطلابي للحاسبات والمعلومات برعاية هذه الكلية. بتعرف على منة الله سمير رئيسة المؤتمر. ازيك يا رئيسة؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. ومعانا مها مصطفى حسن رئيسة اللجنة الأكاديمية. اهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. و مؤتمر طلابي في حدود معلوماتي انه قديمه 6 سنين. مظبوط. بدأ ازاي؟ هو من 6 سنين كان في طالب عادي جدا في سنة رابعة. هو اتحط في مواقف ان هو قدر يدرك انه لما هيتخرج هيلاقي مشكلة ان هو يلاقي فرصة عمل. قرر ان هو يعمل المؤتمر ده عشان ينمي مهارات معينه، لان الشركات كلها بتطلبها. ممكن جدا يكون حد متفوق جدا دراسيا، لكن بيخرج بيتصدم بسوق العمل وبالاختلاف وبالنقله، فلان في شركات كتير جدا طالبه سكيلز معينه مش بندرسها في الكليه. فكان الهدف من المؤتمر ده مظبوط مهارات فرديه، يعني مهارات عرض، ازاي يقف يعمل برزنتيشن قدام عدد كبير يوصل لهم حاجه معينه بطريقه كويسه، مهارات اتصال، ازاي يكون في تيم يقدر يتعامل معاهم بحيث ان التيم ده يطلع حاجه كويسه، مهارات اقناع. احنا بنتكلم على الماده العلميه اللي عند مجموعه من الخريجين. مظبوط. ولكن الاختلاف النهارده هيبقى المهارات الفرديه، المهارات في موضوع المهارات الاتصال، اتصالات، مهارات الاتصال، مهارات العرض، مهارات التسويق. مزبوط. الكلام ده صح ولا ايه؟ بالظبط كده. هي الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان انزل شغل. يعني الشركات دلوقتي ما بتهتمش بالكلام الدراسي اللي انا عارفاه. انا ممكن اكون شاطره جدا في دراستي، بس مش عارفه اشتغل مع فريق، مش عارفه اعرض فكرتي كويس، مش عارفه اتواصل مع الناس. فالسوفت سكيلز دي او المهارات الفرديه دي هي دي بقت اهم حاجه الشركات بتهتم بيها دلوقتي. بعد ما اقترح الموضوع، المؤتمر مشي ازاي؟ هو اول حد تبنى الفكره دكتور عمرو كامل، هو دكتور بقسم علوم الحاسب عندنا في الكليه، عجبته الفكره جدا وهو متبنينا من ساعتها لمده 6 سنين. طبعا كان في مشاكل كتير جدا، لان كان اول مؤتمر طلابي يتعمل، فهو اللي تبنى الفكره وهو اللي ساعدنا كتير ان احنا نواجه كل التحديات اللي قابلتنا لغايه لما المؤتمر بقى موجود دلوقتي. معنى ان المؤتمر كملي هو السنه دي، بس الفكره كلها انه من 6 سنين كان الهدف ان الناس تنمي مهاراتها. السنه دي احنا طورنا الهدف ده، انه مش بس ننمي المهارات، ان احنا نحاول ان احنا نسد الفجوه ما بين الفرد والمجتمع اللي هو عايش فيه، مش بس يحسن من مهاراته هو، بس يحسن من المجتمع اللي هو عايش فيه ويكون ليه دور في تنميته. ودي مشكله كبيره يا مها، لما نتكلم عن خريج الجامعه النهارده والعلاقه او الفجوه اللي اتكلمت عنها منا من شويه، الفجوه بينه وبين الواقع، بينه وبين سوق العمل. سوق العمل، احتياجات سوق العمل ايه؟ خليني ارجع للمؤتمر مره تانية. المؤتمر طبعا على مدار 6 سنين، اذا كانت هناك اجيال. يمكن من اجمل ما في المؤتمر هو جيل بيسلم جيل. التداول بيحصل ازاي؟ او الفكره بتنتقل، المهمه بتنتقل ليكم ازاي؟ هي الفكره كلها ان احنا كلنا كفريق عجبتنا جدا الفكره، وحسينا انه الشغل اللي عمله الولد اسلام ده حاجه ما ينفعش انه تبقى فكره طبعا. يعني لولاه فعلا ما كناش احنا هنكون موجودين دلوقتي، ما كناش هنبقى في طلبه كتير يفرق، يعني يستفادوا من الكلام اللي احنا بنحاول نديه للناس. حاجه زي كده فادت ناس كتير جدا، يعني كان شيء كويس ان هو حصل. اختياركم انتوا لاداره المؤتمر، انا ما اقصده في حين تداول المهمه، مهمه القيام بالمؤتمر والمسؤوليه عنه، بيتم اختيار العناصر الاساسيه ازاي يا منى؟ هو كل رئيس بيختار الرئيس اللي بعده، الرئيس اللي بعده بيختار مين الرؤساء اللي تحتيه، فكله بيسلم بعضه ورا بعضه. ده ازاي العناصر نفسها بتتكون. كل سنه هو دفعه بتسلم دفعه. كل المؤتمر مبني على الطلبه، مفيش اي خريجين، لان هي الهدف ان احنا نعلم الطلبه ان هم يكونوا خريجين مؤهلين لسوق العمل بره. دعونا نستقبل الراعي الاساسي لهذا المؤتمر ونقول له اهلا بيك معانا، ونشوف ازاي استاذ الجامعه مش لازم يتوقف عند حدود المحاضره او مهمته
أو الأمانة العلمية فقط داخل المدرج أو الحرم الجامعي، ولكن دوره بيمتد حتى خارج أسوار الجامعة ليحاول إنهاء الفجوة ما بين الخريج وما بين سوق العمل، ودي المهمة الحقيقية بعد الأداء المهني داخل الكلية. دكتور عمرو كامل أهلا بيك. ألو. أيوة دكتور عمرو. أهلا وسهلا. سمعني ولا يا فندم؟ آه سمعك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور عمرو. الفكرة اتولدت من طالب عند سعادتك اللي هو إسلام. بالضبط كده. يعني كيف يعني تفهمت وقبلت هذه الفكرة؟ لا هي يعني أنا كنت شايف المشكلة يعني إن الولاد بيتعلموا أكاديميا كويس قوي، بس جزء كبير جدا من المطلوب ليهم في سوق العمل مش موجود. فأنا شايف المشكلة وكنت بفكر إيه اللي ممكن يتعمل. فهو إسلام جه يمكن في الوقت المناسب إن إحنا بنحاول نوصل، إحنا الاثنين وصلنا لبعض في الوقت المناسب. أنا بحاول أفكر في فكرة وهو عنده الفكرة، فابتدت طب قعدنا مع بعض قعدات طويلة إزاي نبدأ وإزاي نعمل ونشتغل إزاي. بدأنا بعدد صغير جدا، كنا حوالي 20 واحد 20 طالب شغالين في الموضوع، والحمد لله سنة ورا سنة الموضوع بيكبر. دلوقتي احنا وصلنا لفوق 200 طالب، ولحالتنا المكان بس مش الامكانيات يعني، بس ما فيش مكان نشتغل فيه. طب دكتور عمرو لو يعني سؤال سريع وإجابة يعني موجزة لي بعد إذنك، يعني إيه القيمة المضافة؟ إيه المردود اللي عمل المؤتمر على مدار 6 سنين من تقريب الخريج بسوق العمل؟ لا هو يعني حضرتك يمكن لو يعني أنا بشوفهم سنة ورا سنة بيبقوا داخلين أول سنة مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر عن نفسه، بيبقى في آخر السنة في آخر الكونفرنس بيقف قدام حوالي 500-600 واحد بيعرض فكرة جديدة وبيتكلم عليها وبيناقشها وبيناقش البروجكت من كل يعني تم دفعه في التجربه نفسها بقى. فطبعا هو بيستفيد كتير جدا في التجربه. الفائده الاساسيه اللي انا شفتها ان شفت كتير قوي من الولاد بيتعينوا من مجرد شغلهم في الـ في الـ في الـ في المؤتمر. فده الهدف الاساسي من الفكره والهدف الاساسي من المؤتمر اتحققت، ان في ناس بيجي لهم شغل بمجرد ان هم كانوا مشاركين في الكونفرنس. دكتور عمرو كامل يعني انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق وتحية تقدير لحضرتك، لأن حقيقي بتدي نموذج، لأن أستاذ الجامعة لا يجب أن يقف عند حدود المحاضرة فقط. بشكر حضرتك. بشكر حضرتك. برجع نرجع نروح للرئيسة بقى ونقول للمؤتمر بقى عايزين نشوف ندخل مع بعض المؤتمر يعني أقسامه إيه. المؤتمر إحنا متخيلين كلمة مؤتمر 4-5 أيام وينفض المؤتمر، ولكن الموضوع ده شهور يعني حوالي 6 شهور تقريبا، طول السنة تقريبا. طول السنة. ايه حكاية المؤتمر الطويل جدا ده؟ هو اللي بيحصل انه في الصيف المنظمين للمؤتمر بيكونوا بيتم اختيارهم مع اواخر الامتحانات بتاعة السنة اللي قبليها. بنبتدي الصيف كله بنشتغل منظمين عشان بداية السنة الجديدة. اول حاجة بتحصل انه احنا بنختار الناس اللي هتشترك معنا في المؤتمر، بننزل لهم جامعاتهم نديهم فكرة عن المؤتمر بتاعنا ونخليهم يجوا يحضروا معنا المؤتمر. اللي بيحصل طول السنة ان عندنا 5 ورش عمل بتاخد 10 جلسات على مدار السنة كلها. انت وضحت فكرة حلوة جدا. ده الموضوع انا يعني كنت متخيل الموضوع قصر على كلية حاسبات ومعلومات، وان الخريج اللي بتاع كلية الحاسبات والمعلومات هي المشكلة عنده هي المهارات، ولكن ده الموضوع دخل فيه ان اي خريج كلية يخش. مظبوط بالظبط. ايوه بالظبط. هي احنا ممكن بننزل في جامعات كذا جامعه وفي نوادي لاي طالب عايز يقدم يشترك معانا في المؤتمر بيجي يسجل معانا ويتعمل له انترفيو، بنختار بعد كده مين الطالب اللي ممكن يكمل معانا ومين اللي مش هيقدر. بعد كده بنحاول بقى زي ما كانت منى بتقول بنسد الفجوه ما بين المجتمع. بس المهم يكونوا طلاب. لازم يكونوا طلاب مش خريجين. بنحاول نسد الفجوة ما بيننا وبين المجتمع وما بيننا وما بين سوق العمل من خلال ورش العمل. بندي فيها كلام السوفت سكيلز او المهارات الفردية ومعلومات عامة وكلام تكنيكال يعني او توبكس تكنيكال، بس من خلال طريقة انتر اكتف. يعني هي ورشة عمل علشان تفاعلية، ممكن نقول تفاعلية بالظبط. يعني مش زي محاضرة دكتور بيديها، لا كل حاجة بيعملوها بيطبقوها بايديهم فعلا. يعني مش انا قاعده بتقعدوا قعدات عصف ذهني بقى مع بعض. ايوه بالظبط كده. يلا نعصف نفسنا ذهنيا شويه قبل ما نخش على الورشه، صح ولا ايه؟ بيكون في 5 ورش عمل. هي ممكن هي رئيسه اللجنه الاكاديميه تشرحهم لك بالتفصيل. احنا لسه عايزين ناخد نموذج. بس خليني اقول انت في فتره الصيف
الصيف بتبقى يتم تجهيز لهذا المؤتمر. مظبوط. وبعد كده طول السنه بيبقى شغال المؤتمر. مظبوط. طول السنه بيكون في العشر جلسات وفي وسطهم بيكون في زي ايفنتس كده بتطبق كل اللي بياخدوه في الجلسات بتاعتهم دي. بيبتدي بحفل الافتتاح. عشر جلسات هم بيبقوا خمسة ورش عمل شغالين مع بعض. يعني عشر جلسات لكل ورشة عمل. هو بيختار ورشة عمل يخشها وبياخد فيها عشر جلسات. ورشة عمل بتتكلم عن التسويق، ورشة عمل بتتكلم عن البزنس وازاي يفتح البزنس، ورشة عمل بتتكلم عن ازاي يعمل ويب سايت، ازاي يستخدم الانترنت، ايه اخر ورشة عمل عن التكنولوجيا. يعمل السي في بتاعه. ده اساسي. انتوا الاثنين جاوبتوا في ده، بس دي كان مشكله. ده صحيح. مظبوط. مظبوط. اول حاجه بتروح بريزنتبل لسوق العمل. دول ورش العمل بيتم من خلال 10 جلسات طول السنه، بيكون قبليهم حفل الافتتاح وبينتهي بحفل الختام. قبل حفل الختام بيكون في 3 ايام، هما دول 3 ايام المؤتمر فعلا، ده معنى كلمه مؤتمر. جت 3 ايام يعني دول. الختام الكونكلوجن بتاع السنه كلها. هو اللي بيحصل فيها ان هما اللي خدوه في العشر جلسات دول بيطبقوه في 3 ايام دول. بنقسمهم لجروبس، بنخليهم بنقول لهم ان انتوا دلوقتي كانكم شركه، بنديهم مشكله معينه عايزينكم تطلعوا لنا اي تي برودكت ليها. بيقعدوا 3 ايام بيطبقوا كل اللي خدوه، اللي اخد بزنس بيقسم الشركه، اللي اخد ماركتنج بيشوف التسويق، اللي اخد نتوركس وموبايلز بيشوف ازاي يعمل هو البرودكت، ويوم حفل الختام كل تيم بيبريزنت اللي هو عمله، وبيبقى في واحد منهم هو كسبان علشان بس يعني الكومبيتيشن ما بينهم يعني. وده الفكر الجديد، الفكر المعاصر، والفكر اللي بيساعد الدول الكبيره انها تكون قدام قوي 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 وسابقه ناس تانية بكتير. عايزين نروح للجنه نشوف يعني طبيعه او نموذج اللجنه الاكاديميه. ما انتوا بتعملوا ايه في اللجنه الاكاديميه؟ بس عايزين من منا تجهز لنا اللابتوب نشوف اتورينا ايه، بس لحد ما مها تجاوب لنا على سؤالنا. هي زي ما منا قالت اللجنه الاكاديميه مكونه من الخمس ورش عمل. اول ورشه عمل بتتكلم عن ازاي انا ابدا البيزنس بتاعي او الشغل بتاعي، لان مش لازم استسلم لمشكله بنواجهها كلنا زي البطاله. انا لازم اخلق لنفسي فرصه عمل او فرصه تتيح لي ان انا يعني اطور من نفسي. اولا لازم نمسح كلمه ان فاتك الميري اتمرمى في الطابور. بالظبط كده. بالظبط. يعني كفايه التفكير او المايند سيت اللي عندنا دي. فلازم ابدا انا ادور لنفسي او افيد نفسي. بعد كده ما ينفعش اني ابدا بزنس من غير ان انا ابدا اعمل له ماركتنج او اسوق له. الورشه الثانيه بتتكلم عن حاجه يعني كلنا بنحتاجها، اللي هي التكنولوجيا او التكنولوجيا حوالينا. دلوقتي الانسان الامي مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، هو البني ادم التكنولوجيا ما عندوش خلفيه او ما عندوش وعي بالتطور التكنولوجي اللي حواليه. الورشه الرابعه هي بتتكلم عن النتوركس وعن حاجه سهله جدا بنستعملها كل يوم، النتوركس اللي هي الموبايلز. انا بتكلم كل يوم في الموبايل بس انا مش عارفه انا بتكلم ايه اللي بيحصل. اخر ورشه عمل هي بتتكلم عن الانترنت وحاجه تقريبا كلنا ادمناها، الانترنت ازاي ده بيشتغل، ازاي بنتعرف عليه اكتر، ازاي الويب سايت بتاعنا مواقع على الانترنت. بالظبط. هي دول الخمس ورش عمل بياخدوا فيها الكلام ده، زائد طبعا السوفت سكيلز اللي هو اهم حاجه.